تأتي هذه الندوة الصحفية من أجل إخبار الرأي العام بتأسيس واحد التنسيقية اللي حملت الاسم تنسيقية الدفاع عن عودة الباطل إلى شاطئ رأس الرمل بالعرائش. هذه التنسيقية هذه بطبيعة الحال ساهمت فيها المكونات التالية، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش، حزب الطليعة الديمقراطي فرع العرايش، وحزب الاشتراكي الموحد فرع العرايش. التنسيقية في الحقيقة هي تهم الكل، وهي مفتوحة على جميع الفعاليات والهيئات السياسية والحقوقية والمدنية الجادة. في الحقيقة هذه التنسيقية جاءت كذلك في واحد السياق اللي هو غريب جدا، هو القرار الإداري السلطوي ديال 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 المسؤولين بمنع قوارب عبور المصطافين إلى شاطئ الرأس الرمل. وهذا القوارب هي في الحقيقة تمثل في أذهان العرائشيين ذاكرة وفي نفس الوقت تراث مادي، وكذلك لها دور كبير في التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية السياحية. في الحقيقة كنا نتطلع إلى القرار ديال المسؤولين هو أنهم يحاولوا يطوروا هذا النوع من الحرفة ويجعلوها أنها تساهم فعلا أو تلعب دور كبير كرافعة في التنمية، ولكن القرار في حقه هو قرار عشوائي كانت له انعكاسات خطيرة، وخاصة على مستوى النقل، لأن المنع ديال قوارب العبور قد أحدث في الحقيقة واحد الكارثة عظمى كتعرفها مدينة العرائش على مستوى النقل المصطافين إلى شاطئ الرأس المال، وبالتالي نهيب بجميع الهيئات الحقوقية لانخراط في هذه التنسيقية بشكل جاد من أجل إقناع المسؤولين بالعدول عن هذا القرار ديال المنع اللي كنعتبروه حنا بالنسبة لنا هو قرار عشوائي. خطوة